مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. شرحنا درس التلوث، تحدثنا فيه عن أنواع التلوث وتعريفه وأسباب تلوث الهواء والماء والتربة وحلول كل منهما، ثم قمنا بدرس المراجعة. واليوم إن شاء الله في هذا الدرس نحل التدريبات الخاصة بالدرس الأول من الوحدة الرابعة من صفحة 99 إلى صفحة 100. السؤال الأول دائما يكون سؤالا موضوعي. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. رقم 1: من الأسباب البشرية التي تؤدي إلى تلوث الهواء. هنا يا شباب لدينا كلمة الأسباب البشرية، كل الإجابات التي أمامك من أسباب تلوث الهواء، لكن في رأس السؤال اشترط عليك أن تكون الأسباب بشرية، أي أنها من صنع البشر وليست من صنع الله، بل هي من صنع البشر، أسباب ليست طبيعية: أدخنة المصانع، الرماد البركاني، الدخان البركاني، الانفجارات البركانية. الإجابة الصحيحة هي أدخنة المصانع، لأنها من الأسباب البشرية، لأنها بشرية. أما الرماد البركاني والدخان البركاني والانفجارات البركانية، هذه كلها أسباب طبيعية وليست أسبابا بشرية. ننتقل إلى السؤال الثاني: يؤدي استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون إلى تلوث. مركب الكلوروفلوروكربون يستخدم في المبردات، تكييفات، يستخدم في الثلاجات، ويؤدي هذا الغاز إلى تلوث الهواء. السؤال الثالث: تتعرض مياه البحار للتلوث بسبب، هنا يريد سبب تلوث مياه البحار، هل استخدام الأسمدة الكيميائية، وهل قطع الغابات، هل إلقاء مخلفات المدن، أم الثورات البركانية؟ استخدام الأسمدة الكيميائية يؤدي إلى تلوث التربة، قطع الغابات أيضا تلوث التربة، الثورات البركانية أيضا يؤدي إلى تلوث الهواء. أما الإجابة رقم جيم وهي إلقاء مخلفات المدن، يؤدي إلى تلوث المياه. إذن الإجابة هي إلقاء مخلفات المدن. هنا نكون انتهينا من الأسئلة الموضوعية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة المقالية. عزيزي الطالب، لابد من كتابة هذه الإجابات في الكتاب المدرسي في التدريبات. لذا بعد الانتهاء من شرح كل سؤال، شرح الإجابة على السؤال، أوقف الفيديو ثم قم بكتابة الإجابة التي ستظهر أمامك. السؤال الثاني وهو: عرف التلوث البيئي. ما هو تعريف التلوث؟ تعريف التلوث هو إدخال مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة ندخلها إلى البيئة، مما يؤدي إلى حدوث خلل يؤثر على الكائنات الحية. إدخال مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة إلى البيئة، مما يؤدي إلى حدوث خلل يؤثر على الكائنات الحية. قم بكتابة هذا التعريف في التدريبات بالكتاب المدرسي. ننتقل إلى السؤال الثالث: بما تفسر تعرض الهواء للتلوث؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى تلوث الهواء؟ السبب الأول وهو حرائق الغابات، حرائق الغابات تؤدي إلى تلوث الهواء. السبب الثاني وهو تسرب المواد المشعة من المفاعلات النووية. السبب الثاني هو تسرب المواد المشعة من المفاعلات النووية. السبب الثالث وهو استخدامات مركبات الكلوروفلوروكربون. هناك أيضا كثير من الأسباب، لكن لصغر مساحة الإجابة اكتب الإجابة حتى تتناسب مع المساحة.
السؤال الثاني في بما تفسر. بما تفسر تلوث المياه بالنفط؟ السؤال هنا محدد، ليس بما تفسر تلوث المياه عموما، لكن السؤال هنا ما هو السبب الذي يجعل المياه تتلوث بالنفط؟ السبب اللي يخلي الذي يجعل المياه فيها نفط، وهو عدة أسباب. الأول حدوث حوادث نقلات البترول، نقلات البترول التي تنقل البترول من الدول المستخرجة للبترول إلى الدول التي تريد استخدامه، بسبب الدول المصدرة للبترول للدول المستوردة للبترول، هناك حوادث لنقلات البترول في البحار تؤدي إلى تلوث المياه بالنفط. الأمر الثاني أننا نستثمر النفط في البحر. الأمر الثالث وهو النفايات والمخلفات النفطية. هذه الثلاث أسباب التي تؤدي إلى تلوث المياه بالنفط، تؤدي إلى تلوث المياه بالنفط. اكتب من الإجابات ما يتناسب مع مساحة الإجابة. السؤال الثالث، بما تفسر تعرض التربة للتلوث؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى تلوث التربة؟ هناك عدة أسباب، أولها وهو إزالة الغابات، أننا نزيل الغابات. الثاني وهو التوسع العمراني، أننا نتوسع في البناء على الأراضي الزراعية، فبالتالي يؤدي إلى تلوث التربة. الثالث وهو الإسراف في المبيدات الحشرية، إزالة الغابات، التوسع العمراني، الإسراف في المبيدات الحشرية. ننتقل إلى السؤال الرابع، ما النتائج المترتبة على رقم 1 إلقاء مياه التبريد في المسطحات المائية؟ إننا نلقي مياه التبريد في المسطحات المائية، كانت النتيجة إلى ذلك أننا نغير في الخواص الطبيعية للماء. تغيير الخواص الطبيعية للماء، كوننا نلقي بمياه التبريد في المسطح المائي، نغير في خواص الماء، نغير فيها، وتغيير خواص الماء يسمى تلوث الماء. إذن تكون الإجابة تغيير الخواص الطبيعية للماء بين قوسين تلوث المياه أو تلوث الماء. هذا كان السؤال الأول. السؤال الثاني في ما النتائج؟ ما النتائج المترتبة على الإسراف في استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة تكون تلوث التربة؟ أننا نسرف في استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة يؤدي ذلك إلى تلوث التربة. السؤال الثالث، ما النتائج المترتبة على إلقاء مخلفات المدن في مياه البحار؟ يكون النتيجة أنه نمو وتكاثر معظم الكائنات المائية النباتية والحيوانية، تنمو الكائنات المائية والنباتية والحيوانية تنمو في المياه، فبالتالي يحدث تلوث لمياه البحار بسبب إلقاء مخلفات المدن. السؤال الخامس، اقترح حلول لمواجهة أنواع التلوث التالية: تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة. كل نوع من هذه الأنواع فيه ما لا يقل عن 4 أو 5 حلول، لكن لضيق المساحة، لضيق المساحة المتاحة للإجابة، نختصر هذه الإجابات. تلوث الهواء، تكون الحلول المقترحة لمواجهة هذا التلوث عدم حرق النفايات في الأماكن المفتوحة والاستثمار في الطاقة المتجددة. تلوث الماء، يكون معالجة المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي قبل صرفها إلى المسطحات المائية. تلوث التربة، التوسع في زراعة الأشجار والحد من استخدام المبيدات الكيماوية. إلى هنا نكون قد انتهينا من تدريبات الدرس الأول للوحدة الرابعة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.